السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة تانية إعدادي، بالنسبة لدفاع حصة النهاردة هعيد تسميع الجزء الخاص به جدول الصفات وظروف وحروف الجر. تمام. ده هيتسمع تاني كده إن شاء الله. سبيسيال سبيسيال، برينسيبال برينسيبال. اللي بين القوسين دي إيه؟ دي للتأنيث. بريفيري بريفيري، روتي روتي، غريلي غريلي، كوتيديا كوتيديان. دايما الصفات المنتهية بـ E أو N أو I E N عند التأنيث بنزود N وبعدين نحط الـ E. ديليسيو ديليسيوز، غارني أو مينو، ألا كارت، سون أم بو، ترو دو تري دو، أفوار فام أفوار سواف، إتري دو بو. Noter la commande, suivre en régime, préparer la table, servir en repas. وحنراجع معاها جزء كمان الخاص بالمأكولات. La laitue, des carottes, des pommes de terre, des haricots verts, des petits pois. دي كده تحت بند الايه، الخضروات. خلي بالك لان بيجي سؤال على ان الحاجة دي نوعها ايه، خضروات. في بقى خضروات غير مطهيه اللي هي الخضار الني، يعني الحاجات اللي ناكلها كده من غير طهي. دي كروديتي، دي كونكومبر، دي طومات، دو لا سالاد. طيب دو لا فيوند، اللحوم، دي فو، دو لانيون، دو بوف. وعندي دي روتي دو ستاك. طب لحم الطيور، دو لا فولي، دو كانار. العناوين بالاحمر دي مهمه يا ولاد. دو كانار، دو بولي، دو لا ديند. طيب الجبن بقى، نوع انواع الجبن، يعني دو شيفر ودو كامينبير. طيب الانديزير، التحليه، دو لا جلاس، ان جاتو او شوكولا، ان تارت او بوم، دي فروي. يبقى هنراجع جزء المأكولات والمشروبات دوت، او المأكولات يعني، وجزء حروف الجر. طيب بعد كده عندي بالنسبه للدفار اللي احنا هنحله ونبعته ان شاء الله. طيب بالنسبة لجزء الدفاخ هنحل هنا بادج اللي هي 78. هنحل بقى الجزء اللي أنا حددت لك عليه ده. طيب السؤال ده هنا عايز إيه؟ بقول لي تروف لو برينو بيرسونال كي كونفيان، عايز ضمير شخصي مناسب. هشوف الفيرب ده متصرف مع مين وأحط له الضمير. أشوف الأفعال متصرفة مع ضمير إيه وأحط الضمير المناسب. وهنا عايزني أستبدل الكلمات أو الأسماء بضمير مناسب، يعني سيفلور هحط إيه لافيك إس، فانسون إي فرانسواز هحط إيه لافيك إس لجمع لجمع المذكر. تمام. يبقى أنا هنا بشيل الإس سواء مفرد أو جمع أو غيره، عاقل أو غير عاقل، وأحط مكانه إيه، ضمير مناسب. هنحل بقى على جزء أدوات التجزئة اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، صفحة 93. هتحل activity A وهتحل activity 2. تمام. هصغر الصورة عشان اللي معوش الكتاب. طيب الأسئلة اللي أنا مشطبة عليها دي هأجلها لغاية ما أخلص النفي. هنحل كل الأسئلة دي ما عدا اللي أنا إيه، مشطبة عليه بالأحمر. يلا أتمنى لكم التوفيق جميعا، وأقول لكم اغسبكم.